كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. وأكون لسانا للطبيعة. إنها شعبي، إنها قومي. تنظم اليوم منظمة البيت العربي إلى جانب جمعية معارف للتربية والتكوين هذه الفعالية الفنية تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتيمة هذه السنة هي موضوع مناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية لما تعانيه من اضطهاد جسدي ومعنوي ومادي متمثلا في الأسيرات الفلسطينيات، وكذلك مجموعة من الممارسات التي تمارسها من طرف العدو الصهيوني الغاشم الذي لا يفسأ أن يظلم المرأة الفلسطينية إلى جانب شقيقها الرجل. اليوم نسلط الضوء في منظمة البيت العربي من أجل مناهضة هذا العنف ومن أجل شد انتباه العالم لهذا العنف الذي تعانيه المرأة الفلسطينية إلى جانب شقيقها الرجل الفلسطيني على الأراضي المحتلة. واليوم عندما نسلط الضوء على المرأة الفلسطينية فإن نسلط الضوء كذلك على الرجل الفلسطيني المقاوم والاستشهادي من أجل الحرية والاستقلال. يسمعون ويتكلمون ولكننا لا نفهم لغتهم، وأقسم بالله العلي العظيم لأنها رغم هذا الصوت الذي هو في الحقيقة مجرد مخزون. كريمة العمراوي من موالي، يعني باختصار لأنكم إن شاء الله قريبا تقوية بنت الخمس سنوات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.